انقضى رمضان وجاز العيد ودوك معظم العائله الجزائريه تروح تقضي العطله الصيفيه ديالها. نسقسيوك انتيا واش هي الوجهه ديالك لقضاء العطله في هذا الصيف؟ على اي حال بطبيعه الحال كل واحد صح، ما نقولش كل واحد وانما الكثير من الجزائريين بعد نهايه العام من العمل المضني يفضلون قضاء اوقات الراحه نتاعهم في اما في الجزائر او خارج الجزائر، لكن بالنسبه لي انا كجزائري مبدئيا راني نخرج لتونس على اي حال نقضي الصيف تاعي في تونس. لماذا؟ لانه جربت انه مشيت لبعض المناطق في الجزائر وجدت باللي الظروف غير موضوعيه للسياحه. كي 16 الجي بيان سور باسكو شوي ديسي اي دو كو شوي فيني باسي لي فاكونس لهنا اي تو فا بيان الحمد لله. يا لا شالور لي جون سون اكويون كوم داب بيان سور اي بي نورمالمون بالام بيتش اي اون اتون دافوار دي بيل بلاج ابخي موريتي كلوب دي بان اي تي بازال بور لا سوليتود ان بو. عندي تروا بلاص هادو راهم في راسي على كل حال، وكان شويه شويه المغرب بوسيبل نروح المغرب. الميزانيه راهي واجده. اه بيان سور الميزانيه واجده مشتا خويا. اه وي سي نورمال لازم. خطره واهنا خطره بازا كل خطره فيه. طيب تري على نيفو دالجي. ها؟ تري هنا بوك دالجيري ما تخرجش. الريح في دالجيري ما تقدرش. مانيش عارف لا كتب ربي وراك نخرج. في الحقيقه كاين مكانين في الجزائر اما مدينه مشتغانم او منطقه جيجل. منها الانسان يكتشف اكثر الوطن تاعو الولايات المختلفه تاع الجزائر، وفما لما الانسان توفر ظروف ما احسن يطرق البلدان الاجنبيه. دي فاكونس انا نجوزهم على ليترونجي مون فخ شي البي تاعي ريزيرفي نروح لاسبان مزيان. اسبان اسبان ولا اليوم؟ لا كل عام كل عام عام في الصيف لاسبان وفي الشتاء نروحوا لاوروب نروحوا لباري. موجود بيجي للصيف هذايا بيان سور نخدموا العام كومبلي ونوجدوا نوجدوا لي فاكونس تاعنا على سينو وي اورون وبيجايا تيزي وزو بالك درتي ان بروغرام وجيتي ان بيجي سي سا بيان سور اوبليجي اوبليجي سينو اون بو با سيتي بلاس. مازال ما وجدتش ماذا بيا نروح للترك. الترك انا باغي نروح لها في دريامات مازال راني نستنى شهر داخل بالك مازال شويه القاش برك اللي وجدت في دراهم ومن بعد عندي واحد تروا بلاصه والله اني دارهم في راسي وما نعرف واللي هما اسبانيا راهم يقولوا مليحه تونس عيونا بتونس هذيك تعرف لاجيري كامل في تونس فوالا وش راح نقول لك ابار لا تركي بلايس كيما انطاليا ولا هذا ما كان ما بو لو مومون جي با انكور ديسيدي مي في كو لي يا با ان بيدجي كبير ليكونومي تاع راهي ناقصه سا سخا بالك لا تونيزي هكا بو كيكو سيجو ماشي حاجه كبيره. هاي تبالي بالك دبي بالك قطر باسكو تما كاين لي كومبلكس توريستيك ولا تبالي بورا بورا في اسبانيا دوك سا ديبون حنا ولا والبيجي ومن ميم طون البي تاع تاع هادو لي فواياج فواياج اورغانيزي باسكو دوكا تيك كاين بزاف لي زاجون لي زاجونس دو فواياج راهم يورغانيزيو لي فواياج اورغانيزي وحنا نشوفو المنشأ. شوف نبدا نروح الوهرم عندي خاش لي زامي عندي صحابي تماك ومن بعد ان شاء الله كي نجيو كنا ملاح فيها كانوا دراهم شبان واللورو واجد انا نشقفوها لتونس ولا ما كاش نخليوها يكملوها كيما كل عام مع العائله نروحوا لجيجل. وانا واحد منهم يفضلون السياحه الى تونس هذا 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 من جهه، من جهه اخرى انه النفقات او الاموال التي ننفقها في الجزائر اكثر نقول لك بكثير مما تنفقها في تونس، اذا كان قضيت مثلا اسبوع ولا 10 ايام في الجزائر راك راح ربما بل هذيك الاموال تنفق بهم 15 يوم تنفقها على تونس، وبالتالي هذا هو اللي خلينا دائما اننا نفضل الوجهه السياحيه نتاعنا الى تونس. والله في الحقيقه وجدنا لها عام 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 كومبلي الواحد دائما يخلي شويه 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 باش يقدر يجوز لي فاكونس تاعو يعني في اتمنى الكلمه. واحد يخدم كاع العام صافي لازم يروبوزي يكون عنده وقت لازم يروبوزي. اكيد اكيد هو الانسان لازم لازم العطله لازم الانسان يخطط لها يخطط لها ماديا يعني فيما يخص المصاريف الاقامه النقل فيها عده مستلزمات. نحلب بجايه جايه باسكو بلاصه شابه بزاف بجايه ومكاري وحنا نكونفي تما كونفي اون فامي. اي اون فامي بيان سور اخو ان شاء الله حنا تما جوزت الباك هذا العام هكذا استناو ريزلت هاد الايامات ان شاء الله فيها خير يا اخو. دراهم شويه انا مخبيين شويه نزيدو دراهم يا اخو تعرف تاع الباك يا اخو الفال لازم ان شاء الله يا اخو. انا معول تونس يا اخو ان شاء الله تكتب
في اوت هكذاك بالك نهبطوا لتونس ان شاء الله، نديروا فاكونس ونولوا البلاد يا صافي. راك تسنى فيها مع لابريسيون تاع الباك تاع هذا العام، راك تسنى فيها والله يا اخو ان شاء الله احنا نقولوا فيها خير ان شاء الله، واللي جابها ربي مرحبا بها. جا رمضان اصرف، جا دوك هذيك الفاكونس اصرف، عايشين بقدرة ربي والله غير عايشين بقدرة ربي، خدام كيما هنايا كوميرسون بصح والله غير عايشين بقدرة ربي سبحانه. شورتو هكذا واحد يكون فونكسيونير ولا حاجة لابريسيون راك تعرف لازم الواحد يدير شويه الوقت هذا تاع لي فاكونس باش يديفولي يعاود يبدا العام الجديد بيان، سورتو مام لي سبورتيف ثاني باش يعاود يبدا لا سيزون تاعو بيان. كاين دراهم كاين ولا روح ستورا سكيكدا وجون داك سكيكدا، ها واش نقول هذا الجير دي بلاص تاعها خرم لو موند اونتي. انا نقول كاين دراهم بصح، كاين دراهم كاين ما تخرجش لبرا، ما ما نخرجش لبرا ندير دراهم. كاين دراهم لا لا كاين دراهم ما نخرجش لبرا، المهم بقول نروح لوروب نحل بلادك. انا خاوتي في فرنسا يجوا يشرو منا القش ويدوه. ضروري تخرجون فاكونس، كيلحق الصيف لازم تخرجون فاكونس. الجي لا لا الجي سي تجوز كالكو جور سيغ الجي، مي دو بريفيرونس تخرج على ليترونج بور شانجي ان تي. على اسبانيا، اسبانيا باسكو سي ان اوتر موند، يفو شانجي، ما لازمش كل عام تقعد في بلاد وحده، لازم تبدل باش تعيش حياتك. فرونشمون كونغو لاتينيزي سي موان شير كو الجي، موان شير كو اوران، فيكو سي اوراني انايا، تي باس دي سيجور اوران، سا تو كوت فيغ لي كو دو 10 مليون، اكثر من المروك اصلا كاع. ولا نقولوا بجايا بايزون، بجايا سي سيميلار، نروحوا فيغ لي كو دو قولوا 8-9 مليون. لوكاسيون هي بالك لي غاليه. فوالا ليبرجمون سيتو ليبرجمون سي فريمون تري شير، دونك تدي اون شومبر سا تو كوت ان فيغ لي 15000 بار نوي. كونتريرمون كون نروحو نشوفو باغ اكزومبل ماروك، اون شومبر سا تو كوت 7000 دينار بدراهمنا. لا تونيزي سي بلو سي موان شير. انا صيف نجوجو في جيجل. في جيجل. اه. على جيجل ولا اجبول؟ ما بالك كل عام جيجل ولا جيجل؟ انا جيجل بومر، نشكون في بومردات وما نجوزش في بومردات. ما تخرجش من الجزائر كاع. واو ما نجوزش. للتورك ولا اسبانيا ولا لتونس. لا خويا يجي فاميليا ويروح لتونس. انا ما نروحش لتونس، غالي بزاف. غالي. غالي تونس، انا نروح اجبول ولا جيجل. والله يعني ماذا بينا ان شاء الله مع الاعمال مع الوقت ضيق شويه، ماذا بينا نجوزوهم في الجزائر باش نكونوا اقرب للعائله اقرب للاصدقاء. 10 ملايين تكفينا، تكفينا 10 ملايين على بالي، 10 ملايين تحسب بلا بليتسا هكذا 10 ملايين تكفيك. طبيعة الحال هي في الحقيقة في العطلة السياحية إن صح التعبير عندها كما يقول عندها الميزانية نتاعها خاصة إن صح التعبير، يعني كل عام انه يخصص الانسان جزء من هذا من المبلغ نتاعو نتاع نتاع الشهر ولا نتاع الراتب يخصه للسياحه، لانه تدخل في اطار الحياه اليوميه تاع الانسان، وبالتالي الانسان هذا الحياه تاع الانسان ماهيش غير عمل عمل عمل، هناك ترفيه، هناك راحه الى غير ذلك، وبالتالي الانسان بيكون عنده توازن نوعا ما، وباكي يعاود يدخل الدخول الاجتماعي في سبتمبر يكون كله حيويه ونشاط.